السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد في تصميماتنا الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نقدم لحضراتكم تصميم بسيط للمبتدئين، لوحة إنفوغراف لأربعة خيارات احترافية وجميلة ومناسبة لكافة المجالات. فقبل ما نبدأ، فضلا وحبا وتكرما من حضراتكم التفاعل قدر الإمكان على هذا الفيديو من خلال ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد. وايضا يا اصدقائي، كافه ملفات عالمكم سواء كانت انفوغراف او واجهات مشاريع او سلايد زوم وكل ما سبق وقدمناه على موقع عالمكم، كافه هذه الملفات تجدونها على موقع عالمكم. وايضا يوجد دبلوم باوربوينت احترافي متكامل مرفق مع اكثر من 15,000 قالب باوربوينت. وهلا لح تبدأ مباشرة بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم. أهلا بكم يا أصدقائي مرة تانية، ومثل ما أنا شايفين نحن الآن في واجهة برنامج باوربوينت، ورح نبدأ من الصفر تماما لكيفية تصميم لوحة إنفوغراف لأربعة خطوات في برنامج باوربوينت. رح نقوم بإنشاء شريحة جديدة وفارغة، أنقر بمفتاح الموس الأيمن عليها وبتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نختار لون للخلفية. خلي أختار هذه الدرجة من اللون، تمام. طيب، ومن ثم أبدأ برسم الأشكال. بتوجه إلى إدراج من أشكال، بختار مستطيل ذو زوايا مستديرة، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى يعطيني هذا الإيحاء أنه قريب إلى المربع، لكن هو مربع بزوايا مستديرة. الآن أضبط موضوع التفاف أو إسدارة الزوايا، بنقر على هذا المقبض باللون الأصفر وبتحكم بالدرجة اللي أنا محتاجة وليكن بهذا الشكل. بختار للشكل يكون عندي بدون إطار، وبنختار التعبئة باللون الأبيض، وبتوجه إلى خيارات الظل وبختار الظل يكون عندي إلى اليمين. ممكن أضبط شافية والضبابية بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي أي دوبليكيت أو تكرار لهذا الرسم، وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبالتعبئة بغير لونه إلى اللون الأحمر. الآن بتوجه إلى إدراج، ومن أشكال نختار المثلث المتساوي الساقين، بنقر مع السحب لحتى أرسم مثلث. بجي بختار المثلث، خليني أنا بعد الأشكال شوي مشان الأمر يكون واضح لحضراتكم تماما. بضغط كنترول مع الشيفت وبقابض اليمين أو اليسار وبعرض القاعدة شوي قدر الإمكان وليكن معي مثلا بهذا الشكل. كنترول مع الشيفت بنوسع، تمام بهذا الشكل. الآن بجي بختار ضبط المحاذاة، يعني المؤشر أو الساب في البرنامج يعطيني هذه الإمكانية، أو بحدد الشكلين مع بعض البعض سواء كان بالكنترول أو بالشيفت، ما عندك مشكلة. من قامة تنسيق الشكل ومن المحاذاة بختار محاذاة إلى الوسط حتى يكون منتصف بعضهم البعض، ممتاز. بحدد أولا الشكل الأحمر هو المستطيل بالزوايا المستديرة، أضغط شيفت وبحدد المثلث، ومن دمج الأشكال نختار الطرح. بيكون حصلت الآن على هذا الجزء المتبقي من الرسم. بضغط كنترول مع شيفت وبنقر مع السحب للأعلى لحتى أوسعه شوي قدر الإمكان. الآن بجي بعمل ترتيب للرسومات، يعني الرسم اللون أبيض بجي بختار إحضار إلى المقدمة وبنعمل هذا الضبط الجميل يا أصدقائي. بيكون حصلنا الآن على هذه الرسمة مع تنسيق الظلال. إذا حبينا يكون في عندي تعبئة متدرجة للأشكال فما عندنا مشكلة بالموضوع، الأمر يزيد جمالية، لكن أنا حبيت الفكرة تكون للمبتدئين. رح نجربها لمرة واحدة ونرجع إلى اللون الصب. يعني أنا بختار تعبئة متدرجة، بحذف لونين وبنخلي اللون الأول يكون عندي باللون الأحمر، واللون الثاني أيضا باللون الأحمر لكن بختار كثافة لونية إما أقل أو أكثر. بجي إلى مخصص إما أقل أو أكثر حتى أعمل التباين ما بين الظل والإضاءة، هذا بما يسمى تدرج اللوني. أما إذا اخترت تعبئة خالصة فأنا اخترت لون واحد فقط لا غير. نتوجه الآن إلى إدراج، ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي، أضغط شيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم دائرة بمساحة معينة هي مكان وجود الأيقونات وليكن عندي بهذا الشكل. بختار لها بدون إطار والتعبئة تكون عندي باللون الأحمر وبخليها تكون بالمنتصف مثل ما أنا شايفين بالضبط. بعمل كنترول زائد دي تكرار وبختارها باللون الأبيض، عفوا هذا اللون الأبيض. طبعا نختار الظل نفس الشيء، الدائرة باللون الأحمر، تمام. الآن الدائرة البيضاء رح أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع من الزوايا وتحريك للداخل لحتى أصغر من مساحتها شوي قدر الإمكان وليكن بهذا الشكل يا أصدقائي.
رسمة الانفوجراف أصبحت الآن جاهزة. بجي بحدد الكل وبختار Ctrl زائد G من الكيبورد أو أني أنقر باليمين على الأشكال اللي حددتها، ومن تجميع مختار تجميع لحتى يصيروا عندي جروب واحد. ممكن الآن أن أضع في مكان معين وليكون بهذا الشكل. طيب بختار أو بضغط Ctrl مع Shift وبنقر مع السحب لحتى أنا أعمل تكرار للرسم. من خلال تنسيق الشكل ومن الاستدارة بنختار انعكاس عمودي لحتى نعمل انعكاس العمودي للشكل بهذا المظهر بالضبط. ممكن أرجع أضغط Ctrl مع Shift الشكل الأول وبضغط مع التحريك بهذا الشكل، ومن ثم الشكل الثاني كمان بعمل تكرار بهذا الشكل. ممكن أحدد الأشكال الأربعة، بتوجه إلى المحاذاة ونختار توزيع أفقي. ممكن أعمل Ctrl زائد G للكل، أضغط Ctrl مع Shift ومنصغر حجمهم حسب ما يتناسب مع الشريحة. ممكن أكبرها يعني بعض الشيء ويكون معي المنتصف. ممكن ألغي فك التجميع بالضغط على Ctrl زائد Shift زائد G، أو أني أنقر باليمين ومن تجميع بنختار فك التجميع. ممتاز. نجي إلى الشكل الثاني، بجي بحدد اللون أحمر وبغير اللون. خلني أختار وليكن عندي اللون البرتقالي مثلا. نفس الشيء هذه الدائرة بختار اللون الجديد. ممكن الشكل الثالث نختار هذا اللون تمام، والدائرة اللون أحمر ممكن أغير لونها إلى نفس اللون. وعندي أيضا الدائرة الأخيرة كنت محضر هذا اللون أو الشكل الأخير، وعندي كمان الدائرة بنختار نفس اللون. الآن رسمتنا أصبحت جاهزة لوضع المحتوى. نبدأ في المحتوى من خلال أيقونات، بتوجه إلى إدراج، ومن أيقونات ممكن نحمل أي أيقونات مناسبة لأفكارنا. وكثير من مواقع البي ان جي او الفريبيك وغيرها تتيح لك امكانيه تحميل ايقونات. ومن خلال موقع عالمكم ارفقنا عده مشاريع مجانيه مرفقه معها عشرات الالاف من حزم الايقونات المتنوعه ممكن تستفادوا منها. طبعا رابط الموقع راح يكون موجود بوصف هذا الفيديو، ورابط المتجر ايضا راح يكون موجود بوصف الفيديو. تتوجه الى تصنيف القوالب المجانيه وبتحمل ما تشاء. انا راح اتوجه الى الشريحه اللي كنت مجهزها مسبقا عشان وقت الفيديو، وبحدد الأيقونات اللي أنا كنت سبق وأدرجتها ولونتها تمام، وبجي بضبطها بالأماكن الجديدة وليكون معي مثلا بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل. صف عندي موضوع المحتوى. ممكن أنا أرجع أخذ الخطوات نفسها النصوص، بختار Ctrl زائد C وبجي بختار Ctrl زائد V وبعمل الضبط فقط لغير لمواضع النصوص وليكون معنا مثلا بهذا الشكل وأيضا بهذا الشكل. بخطوات بسيطة ويعني ما بدنا خبرة عملية واسعة في البرنامج بنحصل على تصميم باوربوينت احترافي للمبتدئين لعرض الأفكار. خلني أعطي فقط هون إرسال إلى الخلفية وبيكون تصميمنا أصبح معنا جاهز 100%. إذا حبيت أعمل إنيميشن أو تحريك للأشكال ممكن بكل بساطة أحدد على الشكل الأول اللي هو الستيب A أو الخطوة الأولى من قائمة حركات، نختار تحرك للداخل. لكن أنا قبل ما أعطي تحرك للداخل خلني أعمل عملية الدمج النص مع الأيقونات مع الشكل يعني كاملة. بختار Ctrl زائد G وأيضا Ctrl زائد G وأخيرا Ctrl زائد G. بجي بختار تحريك إلى الداخل. ممكن أختار يكون عندي مثلا عند النقر أو مع السابق، خلي أختار عند النقر ما في مشكلة. الآن جزء الحركة ممكن أفوت إلى التأثيرات وأختار وصب إلى النهاية، أعطي موافق. رح نشوف كيفية العرض. المدة ممكن أتحكم فيها لحتى يكون الحركة بطيئة نوعا ما، وممكن نشغل معنا ونعمل معينة بهذا الشكل، هذا الشكل الأول. الآن ممتاز، بس اللي انتهيت منه بجي بنقر دبل كليك على ناسخ الحركة دبل كليك وبجي إلى الشكل الثاني، ومن ثم الشكل الثالث، ومن ثم إلى الشكل الرابع. فالآن احنا لو شغلنا مشروعنا ولأني أنا سويت البداية عند النقر، فلما أنقر بالماوس أو بالسبيس على لوحة المفاتيح فرح يظهر لي الشكل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وتخصيص الحركة. هذا وعائد لحضراتكم. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولاق فيكم كالمعتاد، وحبا وفضلا وتكرما. لا تنسوني من دعائكم بداية وتفاعلكم ثانيا. دمتم برعاية الله، محبكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.